أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشيخ الذي ليس عنده مؤلفات لا يصلح أن يقرأ عليه، وذلك لأن هذا يدل على عدم علمه كما يقولون؟ لا، هذا ليس بصحيح. كم من شيخ ليست عنده مؤلفات وهو ذو علم غزير، لكن إما أنه لم يتمكن، أو أنه يرى نفسه أقل من أن يؤلف، وعنده كثير من المشايخ مقلين في التأليف وهم جهابذة كبار. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليس من المكثرين في التأليف، نعم له مؤلفات ولكن ليست إيش بالكثيرة. إذا قورن ببعض الشيوخ، هل معنى ذلك يدل على قلة علمه؟ أبدا، هذه قاعدة غير صحيحة، بل هي قاعدة فاسدة. فقد يكون شيخ أو طالب علم عنده علم غزير، لكنه قد يكتفي بالتدريس والتعليم وليست له كتب، إما تورعا أو عدم تمكن أو نحو ذلك. نعم.